كلشي كيتسائل منين جات جبهه البوليزاريو كيفاش جات. في 1968 برزت حركه ديال المقاومه في مدينه سمارة المغربيه حملت اسم حزب المسلم يقودها انذاك محمد بصير. هذه الحركه السياسيه والاجتماعيه توغلت بزاف وبشكل كبير في مدن الصحراء وقبائل الصحراء، وغادي تشكل سنه 1970 منعطف كبير في تاريخ الصحراء ملي كانت سلطات الاحتلال الاسباني تستعد لتنظيم حفل كبير بمدينة العيون تأكيدا للقوة ديالتها والسيطرة على المنطقة. غادي يدعي حزب المسلم إلى تنظيم نفس حفل مجاور للحفل الإسباني للمطالبة بإنهاء الاحتلال والالتحاق بالمملكة المغربية. حاولت السلطات الإسبانية عبر السماسرة والوسطاء ديالها إقناع المشاركين بالالتحاق بالحفل الإسباني لكنهم رفضوا، معتبرين أن المشاركة في الحفل الإسباني مجرد خونة وبيعة، وتطورت الأمور في الاتجاه المعاكس بحسب ما يرويه الوالي مصطفى السيد في مقالة المنشورة بجريدة أنفاس اللي كيقول بالحرف. وغضب رئيس الشرطة فأخرج مسدسه وأطلق النار وقتل واحد من السكان. وقع ذلك يوم الأربعاء 17 يونيو 1970 في الساعة الخامسة ديال العشية. من طبيعة الحال هذا الفعل ديال السكان، واحد من السكان غادي يهز الصخرة وغادي يضرب قيد الشرطة على الصدر ديالو وغادي ينزع منه المسدس ديالو وغادي يطلق جوج القرطاسات اللي باقيين في اتجاه الشرطة الإسبانية. ففرت هذه الأخيرة اللي تخبر الحاكم العسكري بما وقع، والحاكم العسكري بدوره غادي يجمع التوقيعات ديال العملاء والبيعة ديالو ديال اسبانيا وغادي يعطي الاوامر للقوات النظامية بتطويق الحزب في الخيام ديالو اطلاق النار على كل صوب. ففر العديد من السكان وسقط اخرون شهداء وظلت الطلقات النارية كتسمع في مدينة العيون حتى الساعة الثانية ليلا، وتم منع التجول لمدة 3 أيام. بحسب المصادر الإسبانية والتاريخ الإسباني هذه الانتفاضة هذه عرفت باسم انتفاضة الزملة، مقتل اللي مات فيها 11 واحد، بينما تؤكد الكثير من المصادر أن الأرقام الحقيقية سواء ديال القتلى أو المختطفين أكثر من ذلك بكثير، وفي مقدمتهم محمد بصير الذي لا يزال مصيره مجهولا إلى الآن. وتوجه أيادي الاتهام إلى إسبانيا أنها هي اللي قتلته، كما وجهت لإسبانيا أيضا تهمة حرق عدد كبير من المغاربة عددهم حسب الولي مصطفى 25 شخص. خلفت هذه الحادثة صدمة قوية وحقيقية في صفوف الطلبة الصحراويين اللي كانوا يتابعون دراستهم بجامعة محمد الخامس بالرباط، وأغلبهم من أسرة شاركت في جيش التحرير أو تربت في كنف الحركة الوطنية والمقاومين المغاربة. بدأت الهضرة على الحاجة إلى رد فعل على الغطرسة الإسبانية وتحرير الصحراء المغربية استكمال لمشروع جيش التحرير المغربي. كانت لقاءات الطلبة خلال الفترة كتوزع ما بين مسكنين، أحدهما يوجد قرب الموقع المعروف حاليا بالمركب التجاري قيسي، والثاني يجاور كنيسة حي المحيط بالمركب الثقافي المهدي بن بركة حاليا، والمركز الثقافي التابع للمعروف بلا سورس بالرباط. من طبيعة الحال خلال الموسم الجامعي 1971-1972 وبالتزامن مع الانقلابين العسكريين وبزاف ديال الأحداث، قادت النقاشات طلبة الأقاليم المغربية الأقاليم الجنوبية إلى التفكير في إنشاء جمعية تتكلف بالتعريف والدفاع عن قضية التحرير. حملت اسم جمعية الساقية الحمراء ووادي الذهب، وأودع ملفها تأسيسي بالمحكمة الابتدائية بالرباط. ثم هذه الجمعية اللي في التشكيلة ديالها كل من الوالي مصطفى السيد والشقيق ديالو البشير مصطفى السيد والبشير الدخيل والمحفوظ علي بيبا والمحفوظ البوهالي والسيدات محمد الشيخ ومحمد المربيه ربو، وكان الوالي مصطفى السيد والشقيق ديالو المنحدران من قبيلة الرقيبات أكثر نشاطا وحيوية وتأثيرا سواء وسط الطلبة الصحراويين سواء على مستوى الاتحاد الوطني لطالبة المغرب أو على المستوى السياسي وطريقة التفكير. بعد تأسيس الجمعية جمعية الساقية الحمراء والذهب بدأ الحديث عن الدعم والاحتضان السياسي والمدني، ودابت يعني هذه الجمعية هذه دار واحد الدورة كبيرة على الأحزاب السياسية، خصوصا الولي مصطفى السيد والرفاق ديالو مشاو على أكثر من حزب سياسي، طرقوا البيبان ولقاو الأبواب مسدودة والآذان يعني حتى هي مسدودة ما كتسمع حتى حاجة،
ومن هنا غادي تاخذ الجمعية وجهات اخرى وتتجه نحو التحرير. من طبيعة الحال هذه مرحلة اخرى من مرحلة تأسيس البوليزاريو، غادي نتناولها في فيديو اخر بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.